ازيكم؟ هنكمل باقي حل تيست شابتر 6. هناخد أسئلة اللي تشوز. السؤال رقم 46 بيقول inventories affect، يعني ال inventories بتأفكت ايه؟ Both the statement of financial position and income statement. قلنا ال inventory بتأثر على قيمتين، ال income statement وال balance sheet. تمام، ازاي؟ مش احنا قلنا بنعمل القيد من ال cost of goods sold لل inventory، معنى كده ال cost of goods sold في قائمة ال income statement. طيب ال inventory، ال inventory في قائمة ال balance sheet لأنها current assets. خدناها في أسئلة الصح والغلط. تمام، السؤال رقم 47 بيقول لي merchandise inventory is. المرشندايز انفنتوري ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن current asset. قلنا الانفنتوري current asset. السؤال رقم 48 بيقول لي items not yet placed into production are considered to be raw materials. ال items not yet placed into production يعني اللي لسه ما دخلناهاش في الانتاج، يعني ما عملناهاش work in process، تسمى ايه؟ تسمى raw materials. السؤال رقم 49 بيقول لي in a manufacture business inventory that is ready for sale. الانفنتوري الجاهزه ان انا ابيعها اسمها ايه؟ finished goods. رقم 50 بيقول لي the factor which determine whether goods in transit should be included in a physical count of inventory is اسمها ايه؟ legal title. طيب يعني ايه legal title؟ legal title دي الحاجه اللي بنبص فيها نعرف ان هي فوب شيبنج بوينت ولا فوب ديستنيشن، يعني النقل بتكون مصاريف الشحن على البائع ولا على المشتري، اسمها ايه؟ legal title. السؤال رقم 51 بيقول لي if goods in transit are shipped فوب ديستنيشن. فوب ديستنيشن يعني ايه؟ المصاريف على السيلر على البائع. طيب an auto manufacturer would classify vehicles in various stages of production as a work in process. يعني الستيج اللي بيمر بيها البرودكشن الانتاج اسمها ايه؟ work in process. السؤال رقم 53 بيقول لي which of the following should be included in the physical inventory of company. اللي يعتبر هو physical inventory تمام للشركة. بيقول لي goods in transit from another company shipping fob shipping point. يعني ايه؟ يعني بيقول لي الفيزيكال انفنتوري اوف ا كومباني يعني معناها مصاريف النقل على المشتري. يعني ايه؟ ادام مصاريف النقل بتبقى على المشتري معنى كده ايه؟ ان البضاعه تمام بتكون ملك المشتري من اول ما بتعمل لها فوب شيبنج، يعني اول ما بتطلع من الشركه اللي بتبيع. تمام، هتبان بعد كده في امثله اوضح من كده. السؤال رقم 54 بيقول لي manufacturer usually classify inventory into all the following general categories except ايه؟ اول حاجه احنا عندنا قلنا raw material finished good work in process، دي الحاجات اللي بتمر بها ايه؟ المانيفاكتشر الصناعه. تمام، ما عدا ايه؟ المرشندايز انفنتوري. الاجابه رقم سي. تمام، بعدين السؤال رقم 55 بيقول لي هنا عامل لي السيل والبرشيز، عاوز يقول لي ان السيل بيبقى ايه؟ فوب شيبنج ولا فوب ديستنيشن؟ في السيل هيبقى ايه؟ فوب ديستنيشن، المصاريف الشحن على البائع. طب في البرشز هيبقى فوب ايه؟ شيبنج. تمام، هتبقى هنا هتبقى رقم واحد وهنا هتبقى رقم اربعة، علشان كده اخترنا الاختيار رقم بي. السؤال رقم 56 بيقول لي the term فوب denotes، يعني فوب دي معناها ايه؟ فري اون بورد، دي كلمة اختصار لفري اون بورد. تمام، سؤال 57 بيقول لي والأسئلة دي مهمة جدا، بيقول لي as a result of through physical inventory Hastings company، شركة اسمها Hastings determined حددت ذات it had inventory worth، عندها inventory ب 620,000 at December 31 في ديسمبر، نهاية ديسمبر. This count didn't take into consideration the following factors، ما خدناش في الاختبار الحاجات التالية. Carlin Consignment Store currently has good with a cost of كارلين، دي شركة تانية عندها جودز بكام؟ بمية واربعة الف، بس بيقول لي اللي على الاون فلور على الارض بتاع الشركة دي بس بتنتمي للشركة التانية، اللي هي البضاعة دي اصلا واخدها من الشركة التانية اللي هي اسمها هاستنج دي. تمام، فيعتبر هاستنجز تمام عندها ايه؟ 620 من 104. طب تعالوا نكمل نشوف. بيقول لي on its sales floor that belong to Hastings but are being sold on consignment by Carlin the selling price of these goods. بيقول لي ثمنهم 150,000. Hastings purchased 40,000 of goods that were shipping on December. تمام،
في 27 ديسمبر فوب ديستنيشن. يعني ايه فوب ديستنيشن بقى؟ ال40,000 دي بيقول لي فوب ديستنيشن معنى كده مصاريف النقل على ايه؟ على البائع. طب الشركة دي يعتبر ايه؟ اشترت، تمام. فاحنا بيقول لي شركة هاستنج ملهاش علاقة بالمصاريف دي لانها فوب ديستنيشن، المصاريف على البائع، تمام. طيب الشركة دي تمام كده عندها 620 و104، ليه ما خدناش ال40,000؟ لانه يعتبر الشركة بتاعت، او ما نقصناش ليه؟ لان الشركة التانية بتاعت كارلين دي ما استلمتش ال40,000. طيب لو قال لك فوب شيبينج هنكون هنحسبها. طب احنا هنا فوب ديستنيشن يعني مصاريف على البائع، هتفضل ادامة انا المصاريف الشحن عليا، ما انا صاحب الشركه ممكن في اي وقت اقول له خلاص رجع لي، هات يعني الف بالعربيه وارجع تعال المصنع، خلاص انا مش هدي شركه كارلين دي مثلا البضاعه، تمام. ادام مصاريف النقل ايه؟ على البائع. طب افرض مصاريف النقل كانت على المشتري، خلاص ادام طلعت من باب الشركه هو دافع ثمن الشحن العربيه، فخلاص هتوصل له، تمام. طيب السؤال رقم 58 بيقول لي بيلينغهام took a physical inventory at the end of the year and calculated the عندها 1,750,000 of goods، تمام، were on hand. بيلينغهام دي determined that ان هي عندها 25,000 of goods were in transit، مصاريف شحن، تمام، يعني جت لها في الشحن. The goods were shipped from shipping point and were received by بيلينغهام، خلاص ال 25,000 استلمتها فهنحسبها معاها، تمام. The goods were shipped from shipping point and were received by Bellingham 2 days after the inventory count. The company also had عندها برضو 275,000، يبقى نحسب 1,750,000 والـ25,000 البضاعة اللي وصلت لها والـ275,000. طيب السؤال رقم 59 بيقول لي إن الشركة دي جود شيكس دي physical inventory at December، عندها inventory at December 31 2019 and determined that عندها 395,000 inventory of goods were on hand. In addition the following items were not included in the physical count، مش موجود ايه؟ في 60,000 of goods were in transit، تمام، في 60,000 هيوصلوا شحن. Shipping from destination على البايع، يبقى احسبهم عندي؟ لا ما احسبهمش عندي، تمام؟ تمام، بس 60,000 دي ولا كأني شايفة. وبيقول لي ان في 25,000 دي هتبقى ايه؟ and the company shipping food destination عندها food destination بكام؟ ب25,000 worth of inventory in December 29 the goods arrived. هنا ال 25,000 دي وصلت لي، يبقى احسبها ولا ما احسبهاش؟ احسبها، ب 395,000 زائد ايه؟ ال 25,000. السؤال رقم 60 بيقول لي الشركة دي عندها 4,870,000 تمام جودز او مرشندايزنج، تمام، عندها حاجات تصنيع ب4,800,000، وقال لي عندها اوردر هيجي لها ب1,010,000 في جودز which were in transit the goods were shipping from shipping point and arrived، وصل. يبقى ال 4,870,000 زائد 1,010,000 زائد ايه؟ في عندها 950 برضو هيوصلوا لها، تمام، زائد 950 فهيدينا الاختيار رقم دي 6,830,000. سؤال رقم 61 بيقول الشركة دي عندها 3,730,000 تمام، وهيجي لها ايه؟ 700، تمام، يبقى هنحسب 3,730,000 زائد 700,000 هيدينا كام؟ 4,430,000. طيب سؤال رقم 62 ده كله محتوى متكرر. السؤال رقم 62 بيقول لي ان الشركة دي ايه؟ عندها بضاعة ب3,990,000 of goods were on hand included تشمل in the account where was inventory of في 700,000، تمام، on consignment from Kieko company on December 30 change sold، تمام، بعد ب 700 يبقى البضاعة قلت بكام؟ ب 700، يبقى ال 3,990,000 ناقص ال 700، تمام، وعندها 820، يبقى نزود ال 820 تدينا كام؟ 4,110,000، هتبقى الاختيار رقم بي. السؤال رقم 63 بيقول لي عاوز الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل، تمام. الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل دي بنحسبها ازاي؟ بنقول هنا عندنا اليونت عدد الوحدات،
وعندنا تكلفة التكلفة لكل وحدة، وعندي التكلفة الكلية اللي هي بنضرب 30 في 2 25 يدينا 67,500 وهكذا. تمام. طيب هنا بيقول لي ان انا عندي الوحدات اللي متبقية عند البالانس ب 12,000. تمام. بيقول لي الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل. تمام. الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل بنجيبها ازاي؟ بنقول ان البيجيننج، تمام، البيجيننج بيرشز زائد اللي احنا اشتريناه، البيجيننج زائد البيرشز تدينا الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل. طيب البيجيننج عندي ب 67,500 زائد البيرشز اشترينا مره ب 51 ومره ب 70,000، يبقى نحسبهم مع بعض تدينا 188,000 كام؟ 700. السؤال رقم 64 بيقول لي the following information was available from the inventory records of Queen Company 4. تمام. عندها عدد وحدات وتكلفة كل وحدة وتوتال كوست برضه. بيقول لي what should be the inventory reported on Queens. تمام. عاوز ال using the average cost inventory method. تمام. عاوز ال ايه؟ احنا بنستخدم ايه؟ ال average cost. بنستخدمها ازاي؟ بنقول التكلفة الكلية اللي هي كام؟ نحسب او نجمع 67 من 51 من 70. تمام. تدينا كام؟ 188,700. تمام. نروح قسمينها على عدد الوحدات. عدد الوحدات كام؟ 30 و20 و27، اللي هم 77,000. نقسم التكاليف على عدد الوحدات تدينا 2.45 من 100، دي الويتد افريج. نروح جايبين ايه؟ هو عاوز ايه؟ الاند انفنتوري. تمام. طيب الاند بيقول لي عندي ب 12,000 وحده. طيب 12,000 وحده نضربها في الويتد افريج اللي طلعناه تديني 29,400، تبقى الاجابه رقم بي. السؤال رقم 65 بيقول لي من خلال ان احنا نستخدم بقى المراد الفايفو هنجيبها ازاي؟ هنقول هنعمل ايه في الاول؟ الفايفو دي، تمام، عاوزين نجيب ال what should be inventory reported on Queen July، يعني عاوز ال end inventory. تمام. بيقول ال end inventory كام؟ ب 12,000 عدد الوحدات، فيه هنضربها في كام؟ طيب فايفو يعني بنبيع من كام؟ من الاول للاخر، يعني بنبيع، تمام، من الاول للاخر، من الاول للاخر، يعني بعنا الوحدات اللي هي دي الاولانية. طب الانت اللي متبقي هيكون متبقي فين؟ في الاخر. يبقى ال 12,000 هيكونوا متبقيين من ال 27,000 اللي هي دي، يعني هنضرب ال 12,000 في ال 62 من 100. ما نضربناش ليه في ال 225 من 100؟ علشان دي يعتبر اللي اتباع، لكن انا عاوز الانت فاضرب فيه في المتبقي. طيب السؤال رقم 66 بيقول لي الشركة دي has the following data related to an item of inventory. تمام. جابت لي كده اهو عدد اليونت والوحدة، كل التكلفة لكل وحدة، فانا هجيب التكاليف الكلية. طلعت بكام؟ 68,250 لما جمعناهم. عملنا ايه؟ جبناها ازاي؟ ضربنا ال 3000 في ال 24 وضربنا ال 10500 في ال 44 وال 2100 في ال 54. تمام. بيقول لي the value assigned to cost of goods sold، عاوز ال cost of goods sold التكاليف باستخدام ال average cost. باستخدام ال average cost هنعمل ايه؟ التكاليف الكلية على عدد الوحدات. طيب التكاليف الكلية 68,250، عدد الوحدات جمعناهم طلعت 15,600، نقسمها تطلع لنا 4.38 من 100. ناخد ال 4.38 من 100 دي نضربها في ال cost of goods sold. بدل ما نعمل الحركة دي اللي محلولة هنا قدامكم، لا، نعملها بطريقة أسهل. بدل ما نجيب الإند وبعدين نروح نعملها في الكوست أوف جود سولد، بنجيبها بطريقة أسهل. تمام. بنجيبها إزاي؟ بنقول إن الكوست أوف جود سولد هما متبقيين كام؟ 3900 وحدة. تمام. لو طرحنا 15,600 من 3900 هيطلع لنا عدد الوحدات مفروض اللي احنا ايه بعناها. هنمسكها ونضربها. تمام. تعالوا نشوفها مثلا في المثال اللي بعديها هنقصد ايه. طيب انا عندي هنا نفس ايه يعتبر ايه المثال. تمام. بيقول لي عاوز الكوست اوف جود سولد لو استخدمنا الفايفو، اجيبها ازاي؟ بجيب الفايفو ازاي؟ اول حاجه انا كده جايباهم 68,250. تمام. طيب انا قال لي ان انا اللي متبقيين عندي 3900. تمام. معنى ان كده ان انا بعت كام؟ 11,700، لان كلهم 15,600 متبقيين 3900، يبقى انا بايع كام؟ 11,700. امسك ال 11,700 دي اضربها في كام؟ في التكلفه لكل واحده. ازاي؟ انا عندي دلوقتي في الفايف هو بيع من فين؟ فيرست ان فيرست اوت، يعني اول حاجه هبيع من ال 3000، يبقى ال 3000 في ال 24
تمام. وبعدين هنا ال 8700 هاخد 8700 ليه؟ لان كلهم هتساوي ال 11700 تمام في ال 44، هيديني الكوست اوف جود سولد على طول. بدل ما اعمل ايه، هما دي طريقتين، بدل ما اجيب الاند انفنتوري واروح طرحاه، طب وعليه، طب ما انا اجيب الكوست اوف جود سولد على طول، تمام فاهمين؟ طيب يبقى انا هعمل ايه، هقول ال 3000 تمام في 424 و 8700 في 44 هتديني 50808 على طول، بدل ما اجيب الاند واطرحها. هنجيب الاند اللي هو اصلا طالب الكوست اوف جود سولد، اجيبها على طول تمام. السؤال رقم 68 بيقول لي الشركه دي يوز ذا بيريودك انفنتوري سيستم فور جانيوري 2020، ذا بيجيننج انفنتوري، البيجيننج انفنتوري بتاعتنا 36000 يونت، ذا كوست بير يونت يعتبر 12 تمام، اتش 12 اتش يعني واحده بير يونت. احنا ترجمنا المساله عملنا ايه، 36000 12 اتش يبقى تكلفتهم كلهم اللي هو التوتال كوست تمام. وبعدين قال لك اشترت 15000 الواحده ب 13، وبعدين اشترت ب 60 الواحده ب 13 و50 تمام. حسبنا كل الكوست طلعت 1,437,000، هنقسمها على عدد الوحدات عشان تدينا ايه الافرج تمام. ونمسك الافرج ده نضربه في كام، مش هو عاوز ال عاوز ايه، عاوز ال end تمام. فنمسك الافرج ده اللي احنا طلعناه تمام، نضربه فين، نضربه في عدد الوحدات اللي هو ايه متبقية اللي هو عاوزها، اللي هو كام، 64500 تدينا كام، 835275 اللي هو 1295 في ال 64500 اللي طالبها. بدل ما نجيب ونجمع والكلام ده كله، بنجيب على طول ايه الكوست اوف جودز سولد تمام. طيب الاند انفنتوري تمام، بنضرب ال 1295 في الوحدات الايه المتبقيه، لكن لما نضرب في الكوست اوف جودز سولد تدينا الوحدات على طول اللي متباعه تكلفتهم. طيب دي برضو متكرره تمام، يعني هي متكرره، واللي متكرر مثلا وانا سايباه مثلا عشان هو متكرر ما فهمتوش اكتبوا لي تحت الفيديو برضو وهرد عليكم تمام. سؤال رقم 70 بيقول لي the cost of the inventory at January 31 تمام، يعني عاوز تكلفه الاند انفنتوري تمام. اجيب الاند انفنتوري ازاي، بقول ايه، بقول ان ال 600 تمام اند انفنتوري بطريقه ايه الفايف، وببيع ايه فيرست ان فيرست اوت، يعني ال 600 في ال 20، وبعدين هم متبقين اصلا كام، 600 قصدي 900 تمام، لان في 1200 يونتس بيقول لي اون هاند تمام. طيب يبقى ال 600 في ال 22 تمام، بالاند انفنتوري بقى من تحت، وال 600 في ال 20 هتدينا كام، 19200. السؤال رقم 71 بيقول لي هنا كده عاوز الافرج يونت، بجيبه ازاي، التكاليف الكليه اللي هي كام، بشوف ال 600 اضربها في الاربعه تدينا 2400 تمام، وبعدين بضرب ال 1500 نقص منها ال 900 تمام، هتبقى 300، ال 1500 هتبقى كام، 3960 تمام، نجمعهم تدينا 6360، يبقى دي التكلفه الكليه على عدد ايه الوحدات الكليه، عدد الوحدات الكليه كام، 1200 و300 يبقى 1500، يبقى 4.24%. بعدين بيقول لي beginning inventory plus cost of goods purchased equal ايه، ال beginning inventory ال cost of goods purchased تدينا ال cost of goods available for sale. هنا بيقول لي a company just starting a business purchased 3 inventory، يعني مثلا اشتريت 3 ثلاجات تمام، الاولى ب 80، الثانيه ب 95، الثالثه ب 85 تمام. بيقول لي ان هي باعت وحدتين، يعني باعت ثلاجتين ب 290، عاوز الجروس بروفيت، اجيب الجروس بروفيت ازاي، الجروس بروفيت بتساوي السيلز ماينس الكوست اوف جودز سولد تمام. طب السيلز عندي بكام، ب 290 دولار تمام، ال 290 هطرح منه الكوست اوف جودز سولد اللي انا اصلا الشابتر بيتكلم عنه، اجيبها ازاي، هو باع ايه وحدتين تمام، اللي هم ايه بنظام الفايف، ويعني باعهم من الاول تمام، يبقى ال 80 وال 95 باعهم، 80 و95 كام، 175، فادتنا 115. السؤال ده برضو متكرر، هو نفس الفكرة تمام، 74، وسؤال 75 برضو متكرر، وستة وسبعين نفس الفكرة، كلهم نفس الفكرة متكررين تمام. وسؤال 77 برضو متكرر تمام، بس مثلا ناخده، هيقول لي a company purchase inventory as follow، اشترت 200 وحدة سعر الوحدة 2.5 تمام،
يبقى التكلفة الكلية 500. طب اشترط 300 سعر الوحدة 3، يبقى التكلفة الكلية 900. بيقول لي عاوز الافرج يونت كوست فور انفنتوري. الافرج بنجيبه ازاي؟ التكلفة الكلية اللي هي 1400 تمام، على ايه عدد الوحدات اللي هي 500 تدينا 2.8، دي اللي هتكون ايه الافرج يونت. سؤال رقم 78 بيقول لي the cost of goods available for sale is allocated between ايه؟ ال cost of goods available for sale بتطلع من ال end inventory وال cost of goods sold. سؤال رقم 70 بيقول لي Tits used cars uses the specific identification method of costing inventory during March. Tits purchases 3 cars for اشترت 3 عربيات ب 8000 10000 13000 تمام. فبيقول لي باع عربيتين ب 11000 تمام، يبقى انا عندي كده السيلز ب 11 each، مش 11 كله، مش الاثنين ب 11 لا الواحده ب 11، هو باع اثنين يبقى السيلز بتاعته ب 22000. هنطرح منها ال 18، ليه طرحنا منها ال 18؟ لاني قال لي في الاخر اتبقى ال 13 اللي هي ال 13 دي، معنى كده ان هو باع دول ال 8 وال 10، يبقى ال 18 هتدينا كام؟ 4000، هتبقى الاجابه رقم بي. سؤال رقم 80 بيقول لي of the following companies which one wouldn't likely employ the specific identification method for inventory costing. دي اسمها هاردوير ستور، ده شركة معينة تمام بتستخدم ايه؟ مش بتستخدم ال specific identification ايه method تمام. 81 بيقول لي a problem with a specific identification method. ايه المشكلة في دي طريقة ال specific identification method، دي طريقة بس هتاخدوها بعدين مش دلوقتي تمام. يعني ايه المشكلة؟ بيقول لي management can manipulate income، يعني الإدارة ممكن تتلاعب في الدخل. اصلا دي مشكلة في اي حاجة، اي حاجة تحصل فيها تلاعب دي تعتبر ايه مشكلة تمام. السؤال ده اصلا يعتبر بديهي كده. سؤال رقم 82 بيقول لي the selection of an appropriate inventory cost flow assumption for an individual company is made by. هنا اي حاجة بتعملها الشركة بتحطها ايه؟ المانجمنت، الكمباني مانجمنت، ادارة الشركة تمام. which one of the following inventory method is often impractical، غير عملي ان احنا نستخدمها. specific identification دي تعتبر حاجه غير عمليه ان احنا نستخدمها ال specific ايه identification، لان احنا اصلا بنستخدم average cost فما ينفعش نقولها impractical غير عملي، ان احنا اصلا بنستخدمها هو الفايف وهكذا تمام. طيب سؤال رقم 84 بيقول لي the accounting principle that require that in the cost flow assumption be consistent with the ايه. اول حاجه ان ال cost flow assumption ده تمام، الطرق اللي احنا بنستخدمها دي في الاكاونتنج برينسيبل بتطالب انها تكون consistent with، مستمره في ايه؟ non exist that is there is accounting requirements تمام. طيب سؤال رقم 85 بيقول which of the following statement is correct which respects to inventories. ايه اللي من ده صح؟ under FIFO باستخدام الفايفو the ending inventory is based on the latest units a purchased، لان الفايفو بنبيع من الاول فاللي بيتبقى الاند بيكون latest في الاخر. the cost of goods available for sale is allocated to the cost of goods sold and the ending inventory. ال cost of goods available for sale بتيجي من cost of goods sold وال ending inventory. دي متعادة ودي متعادة، نفس الفكرة بالظبط، مفيش أي حاجة جديدة، احنا بننفذ الخطوات من طريقة الشرح، شرحهم بنفس ايه الطريقة. ممكن تشوفوا الفيديو التاني، هو فيديو واحد بس لشابتر 6. طيب رقم 90 بيقول لي Graham Company uses a periodic inventory system تمام. details for the inventory account for the month of January 2020 or as follows تمام. at the end of months تمام inventory showed that ان عندي 240 units were on hand تمام. اول حاجة انا عندي عاوز ايه يستخدم لا هنا بيقول لي كم عدد الوحدات اللي احنا بعناهم تمام. طيب اول حاجة كل وحدات عندي كان ب 800، اتبقى منها 240، يبقى انا بعت كام؟ 800 ناقص 240 تدينا 560، انا بعت 560. طيب سؤال رقم 91 اخر سؤال وبعدين هنكمل في الفيديو الجاي. بيقول لي الشركه دي برضو عاوز بطريقه الفايفو تمام. وات از ذا فاليو اوف، عاوز الاندنج انفنتوري بطريقه الفايفو. طب طريقه الفايفو احنا بنمشي من ايه؟
من فوق لتحت، من القديم للجديد، يبقى الاند اللي هتبقى من تحت، تمام، من الجديد. طيب هو بيقول لي ان في 240 يونتس سولد، تمام. طيب معنى كده هنطرح ال 240، تمام، يونتس وير اون هاند. لا لا، ال 240 سوري، انا اسفه، ال 240 دي اون هاند معناها اندنج انفنتوري، تمام. طيب ال 240 دي عاوزين نجيب تكلفتهم. تكلفتهم ايه؟ 200 من ابو 55، وهيبقى كام؟ مش هي 240، يبقى بقى كام؟ 40. 40 من ابو كام؟ 35. ده يعتبر الاند ايه؟ انفنتوري، تمام. هيطلع الاجابه رقم سي 1312. كده احنا خلصنا لحد سؤال رقم 91. اشوفكم في الفيديو الجاي هنكمل باقي الاخطار.